عايز اقول ان انا معترض على الاعلان الرسمي، معترض على ان يبقى في تقييد للقضاء، انه يبقى في تغيير للنائب العام بالشكل ده. انا مع التغيير للنائب العام بلا شك، واعاده قدر حكم قتل الثوار، لكن انا شايف النائب العام لازم يجي بالانتخاب عن طريق المجلس القضائي الاعلى، بيرشح 3-4 اسماء 5 اسماء، يختار الرئيس مرسي منهم واحد، او الرئيس مرسي يرشح 4-5 ويتعمل عليهم انتخاب في القضاء وفي المقامات القضائيه والمحكمين كده، لكن ما يبقاش بالشكل ده. حكايه بقى انه ما فيش حل للجمعيه الدستوريه، وما فيش اعتراض على اي اصدار قانون او من قبل الرئيس، ما حدش يعترض وما فيش حد يطعن، ده كلام مش موجود، كلام ما ينفعش بعد ثوره 25 يناير. انا واحد من الناس فرحت بدكتور محمد مرسي، فرحت وحسيت ان هيبقى المستقبل احسن، قلت راجل يعني دم جديد وروح جديده وروح ثوريه ومتمسك بقيم واخلاقيات الثوره، لكن النهارده للاسف الشديد ده محزنني جدا، ان محمد مرسي دكتور محمد مرسي هدم، بيهدم الثوره، بيهدر حق دماء الشهداء بالاعلان الدستوري اللي اتعمل، فلازم يبقى في تراجع. وانا انا انا واحد من الناس ما عنديش مانع ان احنا نستفتي على دستور 71، ولكن مع التعديلات اللي اتعمل عليها استفتاء في شهر مارس افتكر، او حاجه زي كده، كان فيه بنود اتعدلت في الاستفتاء، اعتقد ان هم كانوا 9 بنود او حاجه زي كده، 7 اللي اتعمل عليهم التعديلات اللي هي ايه، تقليل مده الرئاسه، يبقوا مدتين بس، ما يبقاش فيه تعديل على مواد كتير. تعديل. انا موافق مؤقتا ان احنا دلوقتي نعمل استفتاء على دستور 71 بالتعديلات اللي اتعملت في شهر مارس ونمشي عليه، لكن النهاردة الدستور اللي بتعمل دوت، أنا شايف من وجهة نظري إن هو هيقيد الحرية لحرية المجتمع، وهيبقى فيه تقييد أكتر للي بيحصل في المجتمع. طب حضرتك بعد الحشد اللي كان موجود امبارح والمشاركة الكبيرة جدا الشعبية اللي كانت في ميدان التحرير، هل تتوقع إن الدكتور مرسي يتراجع عن هو الدكتور مرسي للأسف الشديد امبارح قال لا تراجع قيد الملل، ده يعني كلام ما ينفعش طبعا، يعني مش منطقي، اذا احنا واحنا ما بنقولوش تراجع عن كل الاعلان الدستوري، احنا مختلفين معاه في بعض الاشياء، يعني يشوف صيغه، يشوف طريقه ان هو بحيث يعدلها، يقعد مع القوى السياسيه ويقعد مع ويشوف راي الشعب المصري، يعني اللي نزل امبارح دول جزء كبير من الشعب المصري، وللاسف الشديد ان الدكتور مرسي فيه كتير جدا من اللي انتخبوه تراجعوا وزعلوا، من ضمنهم الشهيد جابر، يعني ده شاب صغير لسه في مقتبل العمر بيحلم ببكره، احنا خلاص احنا مش عايزين، احنا تقريبا يعني ماشيين من البلد او ماشيين من الدنيا، يعني عمرنا اللي باقي لنا مش اكتر من اللي راح، احنا عايزين ولادنا يبقى هم الحلم بتاع بكره يتحقق فيه. تمام. هل حضرتك مع يعني مع مليونيه الجمعه الجايه وفي مطالب بتصعيد المطالب اكتر، يعني هي كانت في البدايه بدات بالغاء الاعلان الدستوري واعاده تشكيل التاسيسيه، فالمطالب بدات تصعد وبالرحيل لا 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 لا، فايه رايك؟ لا انا مش مع، هو الدكتور مرسي راجل رئيس منتخب كان خد النسبة الأكبر، وإحنا متأملين في خير، وما زلنا لغاية اللحظة ديت متأملين في خير، هو بس الخوف كله من الانقسام اللي حصل في الشعب ده، الخوف لأن يبقى فيه يعني صراع دموي ممكن يحصل، إن يبقى فيه تضاد في الحكاية، لكن أنا مش مع التصعيد الحكاية، أنا مع الدكتور مرسي إنه هو بس يتأنى ويراجع الإعلان الدستوري اللي هو قاله ويشوف البنود بتاعته. أنا عارف إن هو راجل قصده إن هو يعني إيه يقدر يحكم الحكاية
لغايه ما تعدي، ان ما حدش بقى يطعن على اللي بيقوله، لان كل شويه بيطلع حد يطعن على اي حاجه في اي حته. في أي... انا موقت اوكي، بس مش كده، مش بالطريقه دي. يعني مش اولا اللجنه الدستوريه مرفوضه من نسبه كبيره، وناس كتير انسحبت، ناس كتير انسحبت، فما ينفعش انك انت النهارده تبقى. وبعدين انا زعلان ان هو راح، لما راح يخطب راح يخطب عند الاخوان، هم دول شعب مصر كله. يعني دي شعب مصر، انت بتكلم شعب مصر كله، انت ما بقتش رئيس. الاخوان وقفوا جنبك وهم اللي ساعدوك وهم اللي يمكن حطوك على رئاسة، بس الشعب المصري ده مسؤول في رقبتك، وكلنا بنحلم ببكره جديد، في حريه، في طموح، في ابداع، في تغيير. ما تبقاش الحكايه احنا للاسف الشديد رجعنا لورا.